اسمع يا ابني، كان لنا وجود عظيم واملاك كتيره، بس تخلينا عن كل شيء وتركنا ورانا كانت حمله الاباده جماعيه. اشهد بالله الواحد. ضاع الوطن وضاع كل شيء، هجرونا، قتلوا آبائنا وأجدادنا، لهيك انجبرنا ندور على وطن تاني. انت كمان يا ابني تعذبت بيد مني. بفهم من هالحكي انكن اتخذتوا قراركن، مبين ما إلي اي قيمة بهالبيت. ماشي مثل ما بتكون. اوعى اشوفك تاني مرة هون. ها يقضي عن حليب امك فيه. دورين حسيت في شي تغير جواتي. هاي تورن، شو شردت؟ أنا بعتذر منكم يا جماعة، لازم أمشي هلأ، سامحوني. فنان موهوب وتعبان على حاله مو هيك؟ نعم فنان موهوب، في عنده إحساس مميز بالأشكال والخطوط اللي بيرسمها. شكرا. لمبيت جورجي لذيذ مثل يلي قدمته تماما. يسلموا ايديكي مدام. الف صحة وهنا. لو سمحت تورين، خلينا نحل المشكلة مشان ما تحرجني مع الزباين. اهديهم كبهم بالبحر، ما بتفرق معي. رح اعطيك مهلة اسبوعين. انت خرسي، طلعي لبرا، ما دخلك. هيك عم تحكي معي؟ هاد البني ادم بيحيرني. تعرف اني بحبك، بس بدك الصراحة. فنان موهوب كتير واحساسه عالي. تورين، تورين طلبي الاسعاف بسرعة. شو صار؟ بسرعة يا ديونا. يا الله بسرعة تورين، ما عم يتنفس. إذا تركنا كل هدول الشباب اللي عم يتركوا دينهم بسبب جهل أو مراهقة، ومع كل هالإبادات الجماعية، بهالحالة ما رح يضل حدا منا.